والضابط في المطر الذي يبيح الجمع هو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة. وأما الطل الخفيف الذي لا يحصل به مشقة ولا بلل للثياب فإن هذا لا يسوغ الجمع. وكذلك أيضا لا يجوز الجمع لمجرد التوقع. ومن الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء، أعني التي يحتاج الناس إليها في فصل الشتاء، هو الجمع بين الصلاتين، سواء كان ذلك بين الظهرين أم بين العشاءين للمطر ونحوه. فإذا حصل مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة فإنه يشرع الجمع. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعا. والضابط في المطر الذي يبيح الجمع هو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة. وأما الطل الخفيف الذي لا يحصل به مشقة ولا بلل للثياب فإن هذا لا يسوغ الجمع. وكذلك أيضا لا يجوز الجمع لمجرد التوقع، فلو كانت السماء غائمة وتوقع أهل الفلك والأرصاد أن ينزل المطر ولكنه لم ينزل فإنه لا يجوز الجمع في هذه الحال، لأن شرط الجمع لم يوجد والمتوقع غير واقع.